السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف لو أنا عندي برنامج شغال عليه وشفت كومنت إزاي أنقله لبرنامج آخر من برامج البيم عن طريق تقنية اسمها البي سي اف. البي سي اف بدل ما نديله الملف كله، يعني نحط كومنتات على الملف ده ممكن يكون مساحته جيجا مثلا، وأبعته له هو يلاقي الملفين ومش عارف يتصرف إزاي. لا، أنا بحط له كلاودات أو بحط له صور، وهو أول ما يفتح يقدر إن هو يتحط له زوم على الحاجات ديت. فهاجي اقول له ان انا عايز اعمل الكولابريتيف، تمام، وابدا اشوف بقى المكان اللي فيه المشكله، وليكن مثلا في الشباك ده مثلا. انت بتدوس شيفت عشان تبقى سريع. في هنا مثلا مشكله، بتقول له كرييت ايشيو، وتشوف بقى المشكله دي هل هي ان بروجريس ولا دان ولا نيو واسمها ايه. وين هو بيبدأ ياخد الصورة بتاعت المشكلة وتقول له كرييت. طبعا دي من ضمن المزايا اللي في الانسكيب عن برنامج زي اليوم يوم مثلا، ان هنا فعلا بيبقى فيه تقنية البيم موجودة. لو انت حابب ان انت تغير ممكن تعمل زوم وتروح دايس هنا يجيب لك الصورة احدث، هقول له كرييت. او ممكن يبقى في مشكلة تانية فتبدأ تروح عند المشكلة. اقول له ان انا عندي مشكلة تانية، يبدأ ياخد الصورة. بعد كده هقول له كرييت، فيبدأ يبقى عندي كده مشكلتين مثلا عايز أبدأ أصدرهم. فخلي بالك انت تقدر تعمل امبورت واكسبورت، فهقول له صدرهم لي لبي سي اف اللي هو موجودين مع برنامج آخر ممكن تصوره. طيب انا اسميه 1 2 3 مثلا 4 5 6 اوكي سيف، واروح مثلا لبرنامج زي برنامج الريفت. طيب من برنامج الريفت هروح بقى الادنس، دي اداة مستقلة تماما، وهقول له ان انا عندي بي سي اف اي ار. هقول له انا عايز افتح ملف بي سي اف، واختار الملف اللي انا لسه عامله واقول له اوبن. فيبدأ تظهر عندي المشاكل بالشكل دوت، وتقدر ان انت مثلا ترد على الكومنتات او تضيف فيو او تحولها من نيو لحاجة اخرى وهكذا. اول ما تدوس هنا هو يبدأ يفتح الفيو اللي انت عايز تعمل عليه زوم عشان تقدر تعمله كوردينيشن بشكل كويس، والاداة دي مجانية على فكرة.